مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 327 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك ومشاهدة الحلقة للنهاية وكذلك تفاعلكم بقسم التعليقات. وكما شاهدنا في بداية الحلقة، بعدما شاهدت هيرا قميص النوم المثير لإيفا، كانت بعد ذلك إيفا تقول لغونغا: يجب عليك يا غونغا أن تأخذي جميع ملابسك، فلا نعرف ماذا سوف يحدث. قالت لها حسنا، ضعي حتى السروال الذي يقص بالتزلج. وبعد ذلك ذهبت غونغا وذهبت كذلك هيرا. وبعد ذلك كان أرهون ما زال يبحث على ذاك الرجل، وقال له: ألم تتمكن من معرفة من ذاك الرجل؟ ثم قال له: يجب عليك أن تتمكن من معرفة لوحة الترخيص لتلك السيارة التي ركب بها. قال له صالح: كما قلت، لم نتمكن من رؤية لوحة الترخيص بسبب زاوية الكاميرا الأمنية، ولكن نحن ما زلنا نبحث في الكاميرا. ثم قال له أرهون: ولكن قد يكون هناك شيء ما على لوحة الترخيص، يجب أن تعرف من صاحب تلك الهوية، نحن بحاجة بأن نعرف بأسرع وقت ممكن. وفي هذه اللحظات كانت هيرا تتخيل ذاك الفستان ولا يزول أبدا من عقلها وبالها، وكانت تتخيل عندما كان أرهون يقول لها: هل تستمعين إلى نبضات قلبي وماذا تقول؟ قالت له: لا أعرف ماذا يقول. ثم قال لها: ينبض باسمك هيرا. وتخيلت عندما وعدوا بعض، وقال لها أرهون: اسمك مختوم على اسمي، قلبك على قلبي. وعادت من خيالها وقالت: أنا قلقة فقط على نفسي، أنا متأكدة من أرهون ولا شيء آخر يهم. وبعد ذلك كانت هيرا تنظم لأرهون الحقيبة، ثم كان ينظر إليها ودخل واقترب منها وقال لها: هل هذه الحقيبة لي؟ قالت له: نعم، لقد نظمتها لك. وقال لها: أنا سوف أذهب الآن بأسرع وقت. ثم بعد ذلك قال لها: لقد نظمت لي الحقيبة، ألم تفتقدينني؟ قالت له: لا، أنا نظمتها لك لأنك ستغادر، ولهذا السبب نظمتها لك. واقترب منها الثعلب وقال لها: إذا كنت أنا مخطئا قولي لي بوضوح، أنا أستمع لك. وقالت له هيرا: اعتقدت أنك تفكر هكذا. ثم قال لها أرهون: أنا فقط أمزح معك، لكنك تبدين حزينة، ماذا حدث؟ وبدأت هيرا تتخيل ذاك الفستان المثير لإيفا. وبعد ذلك عادت من خيالها وقال لها: أنت لا تقولي، ولكن هذا يظهر بوضوح، أنا سوف أفتقدك كثيرا. واقترب منها وقال لها: أتمنى لو كان لدي صندوق سحري وأخذك معي في كل مكان، وأتمنى أن أفتح هذا الصندوق السحري في كل مرة أفتقدك وأنت معي. وقالت له هيرا: ماذا سوف يحدث عندما أفتقدك؟ هل من المفترض أن أنتظرك حتى تفتقدني؟ قال لها: لا أعتقد أنني أستطيع إغلاق ذاك الصندوق، لكنني أفتقدك في كل مرة وفي كل لحظة. وبعدها قال لها وهو يقترب منها: عندما لا أستطيع أن أشم رائحتك فأنت بجانبي وأنا أفتقدك. وكانت تالوب يقترب منها لكي يقبلها. ثم بعد ذلك توترت هيرا وابتعدت عنه وقالت له: الجوارب، لقد لا، سوف أبحث عن الجوارب، هل وضعتهم أم لا؟ يا إلهي أين هم؟ وبعدها وجدهم أرهون وضعهم داخل الحقيبة وقال لها: الآن بعد أن قمنا بحل مشكلة الجوارب، دعينا نكمل محادثتنا. ثم قالت له هيرا: أنت تفعل هذا عمدا لكي تحرجني. وقال لها أرهون: ربما، وأنا أحب الطريقة التي تتهرب بها عيناك وخدودك الوردية. وقالت له هيرا: أنت تقول هذا، ولكن أنا أستطيع أن أنظر إلى عينيك لمدة طويلة. قال لها: حسنا، دعينا لنجرب كم من الوقت سوف تبقين تنظرين إلى داخل عيني. وكان أرهون ينظر إلى هيرا وهي كذلك، ثم اقترب منها كثيرا وبدأت هيرا تتوتر، ثم ابتعدت عنه وقالت له: سوف أحزم لك حقيبتك، إلا سوف تتأخر عن السفر. ومر الوقت وخرج أرهون بالحقيبة وكانت هيرا تودعه وقالت له: الجو بارد هناك ببورصة، اهتني بنفسك، وضع الوشاح دائما. قال لها: لا تقلقي، سوف أضعه حتى رائحتك عليها. وبعدها أتت إيفا وقالت له: هيا أرهون لنذهب، الآن حان الوقت لكي نذهب لبورصة، أنا سعيدة حقا. وقال لها أرهون: نحن سوف نذهب إلى العمل، ليس استمتاع. ثم بعد ذلك كانت هيرا تنظر إليها وأتى موسى وقال لها: هيا، ها هي الحقيبة. قالت له: هيا ضعها في السيارة. وكانت هيرا مرة أخرى تتخيل ذاك القميص. وبعد ذلك كانت إيفا تقول: ما الذي ينتظرنا من مغامرات هذه المرة في بورصة؟
وبعد ذلك قبل أورهون هيرا وقال لها: لا تنسي، سوف أكمل كل الإجراءات بأقصى سرعة وأعود. وقالت له: لتصل بخير. وبعد ذلك قال لها: سوف أتصل بك عندما أصل. وكانت إيفا تنظر إليهم وتشعر بالغيرة وقالت له: هيا أورهون لنصل إلى الفندق قبل أن يغلق، يقدمون طعام جيد وأنا أحبه. ولم يكترث لها أورهون وكان ينظر فقط إلى هيرا، ثم تركتهم وذهبت. وبعدها ذهب أورهون وظلت هيرا متوترة وحزينة. وبعدها كان أورهون وإيفا في طريقهم إلى بورصة، وكانت إيفا تقول له: لنرى كيف سوف يلتقي الخبر عندما تقف أمامه ببورصة. وبعد ذلك قالت له: آه يا أورهون، لدي صديق من مدة طويلة لم ألتقي به، هل بعدما نكمل العمل نذهب أنا وأنت معا لكي نلتقي به؟ قال لها: لا، أنا سوف أكمل كل إجراءات العمل وأعود بسرعة، وإذا كنت تريدين أنت ابقي واذهبي. ثم قالت له: لا، لقد أتينا معا ونذهب معا. قالت له: حسنا، في المرة المقبلة هل نذهب؟ قال لها: لا، غير ممكن. ثم بعد ذلك اتصل به صالح وقال له: لقد أرسلت لك رسالة إلكترونية في البريد الإلكتروني، تحقق منها. قال له: لقد أرسلت لك لوحة السيارة وتحققنا منها إنها مزيفة كما قلت. وقال له: غالبا قد تكون هذه السيارة متوقفة بقرب هذا المنزل ونحن ننتظر حتى نرى من دخل ومن خرج عبر الكاميرات لهذا الوقت. ثم بعد ذلك أقفل الخط وقال لإيفا: نحن نبحث في ذاك الرجل الذي شن الهجوم عليك. وقالت له: آه يا أورهون، كنت أعرف أنك لن تترك الأمر وسوف تجده. بدأت تشعر بالتوتر وتخيلت كلامها مع فيفا على أنها هي من استنعت ذاك الهجوم لكي تجعل الشراكة بين أورهون وهيرا. وفي هذه الأثناء دخلت هيرا لكي تشرب الماء في المطبخ وكانت تتحدث مع جونغا، ولكن خليصة كانت غير موجودة في المطبخ وكانت جونغا متوترة لأن السيدة عفيفة لديها ضيوف وهي تحب أن يكون كل شيء على ما يرام. وقالت لها هيرا: أنا أعرف السيدة نور، إذا أردت أنا أساعدك. قالت لها: لا، أنا سوف أهتم. وعندها احترقت يد جونغا وكانت خائفة وتقول: سوف تغضب مني السيدة عفيفة إذ لم أقدم الشاي وسيكون عمي كذلك غاضبا. ثم بعد ذلك قالت لها هيرا: لا تهتمي، أنا سوف أقدم الشاي. وبعدها أتت هيرا بالشاي للسيدة نور وقالت لها: لقد احترقت يد جونغا وأنا أردت أن أقدم لك الشاي وكذلك لكي أسأل كيف حالك. قالت لها: كيف حالك؟ قالت لها: بخير. وقالت لها السيدة نور: وأنت كيف حالك؟ قالت لها: بخير. ثم قالت لها السيدة نور: وكيف حال السيدة جولييت؟ هل تتواصلي معها؟ قالت لها هيرا: أتواصل معها من حين لآخر، ولكن كانت هي في هذه الأيام تستعد لمعرض جديد، لهذا السبب لم تغادر الأستوديو الخاص بها أبدا. وقالت لها سيدة كورسين: من المستحيل أن أنسى ما فعلتيه معنا. ثم قالت لها هيرا: يسعدني أن أتمكن من تقديم مساهمة. وقالت لها السيدة نور: بفضلك تم حفظ تلك المساهمة. وقالت لها: سوف أذهب إلى فرنسا وأخبري السيدة كورسين، إذا تواصلت معها ربما سيكون لدي بعض الوقت لكي أتناول القهوة معها. وقالت لها: حسنا، سوف أهتم بذلك. وبعد ذلك دخلت هيرا إلى المطبخ وقالت لها: سيكون كل شيء على ما يرام، لقد تحدثت مع السيدة كورسين وكل شيء بخير. ثم دخلت عفيفة وقالت لجونغا: هيا أخرجي. واقتربت من هيرا وقالت لها: بعض الأشياء فيك لا تتغير، أليس كذلك؟ لا يمكنك التوقف عن كونك خادمة، فأنا لا أتوقع أكثر من ذلك بكثير من العبد القديم. وأحرجتني أمام صديقتي. قالت لها هيرا: لقد قدمت لها الشاي فقط. قالت لها عفيفة: حتى أنك تأخذ الأمر كالمعتاد، الأخلاق ليست شيئا تتعلميه لاحقا، أنت لا تدركي على أن جونغا يجب أن تقدم الشاي حتى لو أحرقت يديها، لأنك لا تختلفي عنهم. يتم تعليم القواعد في الأسرة، ماذا يمكن أن تتوقع من شخص الذي لا يعرف ما هي الأسرة ولم تربيه أمه وتركتها وذهبت. وكانت هيرا حزينة جدا وتبكي من هذه الكلمات القاسية. وبعد ذلك اتصلت إيفا بعفيفة وقالت لها: سيد عفيفة، إن أورهون يبحث في هوية ذاك الرجل وسوف يصل إليه عن طريق اللوحة وقد وجدها على أنها مزورة. وفي هذه الأثناء كانت هيرا حزينة وتتذكر كلمات عفيفة لها القاسية. وبعد ذلك عادت من خيالها وكانت تبكي. وبعدها اتصل بها أورهون وقال لها: كيف حالك؟ أنا الآن في بورصة وفي غرفتي أستريح وقلت أتصل بك لكي أخبرك. قالت له: كيف كانت الرحلة؟ هل أنت متعب؟ قال لها: أنا أتعب عندما لا أستمع إلى صوتك.
ثم قال لها: ما بك؟ هل حدث شيء؟ صوتك حزين. قالت له: لا أنا بخير. قال لها: أنا أعلم لأنني هنا في بورصة. ثم قال لها: لا داعي للقلق، كثيرا سوف أنهي العمل وآتي بسرعة. وقالت له هيرا: هيا اذهب إلى النوم. وعندما كان أرهون يستعد للنوم سمع طرق الباب، ثم فتح الباب ووجد أمامه الأفعى إيفا، وقال لها: إيفا ما بك؟ ثم بعد ذلك احتضنت وهي تبكي وقالت له: آه يا أرهون، لقد رأيت كابوسا، لقد كانوا يريدون أن يقتلونني وكان الدم في كل مكان، أنا خائفة جدا. قال لها أرهون: هيا دقيقة دقيقة، وأبعدها عنه، إنه مجرد حلم. قالت له: أنا آسفة أرهون لأنني أتيت في مثل هذا الوقت المتأخر، ولكن أنا خائفة جدا لكي أبقى وحدي. قال لها: حسنا، سوف أغير ملابسي ونذهب إلى الردهة لكي نتحدث هناك. قالت له: ولكن أنا لست أرتدي ملابس لهذا المكان. قال لها: حسنا، فلتذهبي وغيري ملابس مناسب لذاك المكان. وذهبت إيفا وألحق بها أرهون. وجاء الصباح وعاد أرهون مع إيفا إلى البيت، وفي طريقه كان يتصل بهيرا وقال لها: ماذا هناك؟ ماذا تفعلين؟ قالت له: كل شيء بخير. وكانوا يتحدثون بحب وغرام أمام الأفعى إيفا، وقال لها: ماذا سوف يحدث قبل أن أصل؟ قالت له: سوف أعد الساعات، هيا عد بسرعة. وبعد ذلك كانت هيرا ذاهبة إلى الحديقة وبدأت تتخيل كلمات عفيفة لها على أنها لم تأخذ التربية من الأسرة ولم تربيها أمها، كانت تتخيل تلك الكلمات القاسية. وعندها وجدت أمامها أرهون وقال لها: لقد افتقدتيني حقا، لهذا أنت تنتظريني أمام الباب. قالت له: لقد كنت أريد أن أذهب إلى الحديقة لكي أستنشق بعض الهواء. قالت إيفا: لقد كانت رحلة قصيرة ولكن كانت ممتعة، وحقا أرهون لا يمكن لأحد أن يقف ضده، العمل مع أرهون حقا رفاهية. ثم قالت لها هيرا: أنا سعيدة لأنك اهتممت بالأمر. وبعدها قال أرهون: كانت فقط مشكلة صغيرة وقد حللناها. وبعد ذلك قالت له إيفا: هل نذهب إلى المكتب بعد قليل لكي نشاهد تلك الأوراق التي وقعناها؟ قال لها: أنا متأكد من تلك الأوراق التي وقعتها. وقال لهيرا: هل نذهب لكي نتمشى؟ ثم قالت له: ولكن أنت متعب. قال لها: لا أنا أنسى كل التعب معك. وبعد ذلك كانت عفيفة تسأل إيفا كيف كانت الرحلة إلى بورصة. قالت لها: ليس هناك شيء ما يقال يا سيدة عفيفة، لقد أيقظني عند الفجر. وبعد ذلك أتى شوكة وأعطاها الهاتف لكي يرى، وكانت عفيفة مصدومة. وفي هذه الأثناء كان كذلك أرهون مع هيرا. كانت هيرا تقول لها: ألا يجب أن نحلم بأشياء لن تتحقق؟ قال لها: ومن قال لك أنها لن تتحقق؟ وقالت له: أنت على حق، لديك صندوق سحري حقيقي هنا. وكانت تضع يدها على قلبه. وبعد ذلك اتصل به صالح وقال له: لقد اتصلت بك بشأن الأخبار التي ذيعت، إذا كنت تريد أن أفعل شيئا بخصوص هذه الأخبار. قال له: ما هي؟ قال له: سوف أرسل لك رسالة. وعندما شاهد كان أرهون مصدوم وكذلك هيرا، وكانت تقرأ وتقول: الحب يزدهر في قصر ديمرهالي، العشق يجمع بين إيفا وأرهون ديمرهالي. وكانت صدمة أرهون وهو ينظر إلى هيرا. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، لا تنسوا التشجيع بلايك وشكرا.